جميع الكون مملوك لدى الزهراء، فهذه فاطمة الصديقة الكبرى. إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها، إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها، جميع الكون مملوك لدى الزهراء. جميع الكون مملوك لدى الزهراء، فهذه فاطمة الصديقة الكبرى. جميع الكون مملوك لدى الزهراء، فهذه فاطمة الصديقة الكبرى. إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها، إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها، جميع الكون مملوك لدى الزهراء. رب الدنيا أعطاها عرفانها، رب الدنيا أعطاها عرفانها، كم زادت في إحسان إحسانها، كم زادت في إحسان إحسانها. رب الدنيا أعطاها عرفا، بعد رب الدنيا أعطاها عرفانها، كم زادت في إحسان إحسانها. كانت دوما مذ تتلو قرآنها، كانت دوما مذ تتلو قرآنها، من دعوات لا تنسى جيرانها، من دعوات لا تنسى جيرانها. على فردوسها خيراتها تظهر، هي على فردوسها خيراتها تظهر، سقت جيرانها من سورة الكوثر. رضا الله رضاها أجيبت في دعاها، رضا الله رضاها أجيبت في دعاها، جميع الكون مملوك لدى الزهراء، جميع الكون مملوك لدى الزهراء، جميع الكون مملوك لدى الزهراء. فهذه فاطمة الصديقة الكبرى، جميع الكون مملوك لدى الزهراء، فهذه فاطمة الصديقة الكبرى. إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها، إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها، جميع الكون مملوك لدى الزهراء. لكن أن آذوها وهي الحمى، لكن أن آذوها وهي الحمى، كيف ارتاعت من ضلع قده الشمى، لكن أن آذوها وهي الحمى، لكن أن آذوها وهي الحمى، كيف ارتاعت من ضلع قده الشمى،
كيف ارتاعت من ضلعين قده الشما راحت تعلي كفا في نزف الدماء راحت تعلي كفا في نزف الدماء حتى امتدت جدران فوق السماء حتى امتدت جدران فوق السماء من الزهراء آهات وآيات من الزهراء آهات وآيات وحتما لو دعت قامت قيامات فما خاب رجاها أجيبت في دعاها فما خاب رجاها أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة الصديقة الكبرى إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء لما طارت الباب في الحيرة لما طارت الباب في الحيرة باتت تحكي عن صحف بالرجعة لما طارت الباب في الحيرة لما طارت الباب في الحيرة باتت تحكي عن صحف بالرجعة درب أضحى معقودا في الصورة درب أضحى معقودا في الصورة منه تهوي أعداء للبضعة منه تهوي أعداء للبضعة أعاديها رأت في الحشر مأواها أعاديها رأت في الحشر مأواها لها ويلاتها والنار مثواها أعاديها رأت في الحشر مأواها لها ويلاتها والنار مثواها فهذه بنت طه أجيبت في دعاها فهذه بنت طه أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء جميع الكون مملوك لدى الزهراء جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة الصديقة الكبرى إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء لما طارت الباب في الحيرة لما طارت الباب في الحيرة باتت تحكي عن صحف بالرجعة درب أضحى معقودا في الصورة منه تهوي
أعداء للبضعة منه تهوي أعداء للبضعة أعاديها رأت في الحشر مأواها أعاديها رأت في الحشر مأواها لها ويلاتها والنار مثواها إلها ويلاتها والنار مثواها فهذه بنت طه أجيبت في دعاها فهذه بنت طه أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة الصديقة الكبرى جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة الصديقة الكبرى إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء كادت تمحو أعمارا مما حصل كادت تمحو أعمارا مما حصل لكن ردت إذ ردوا خير العمل لكن ردت إذ ردوا خير العمل أبدت صبرا مرفوعا مثل الجبل أبدت صبرا مرفوعا مثل الجبل في عينيها مولاها عز وجل في عينيها مولاها عز وجل كادت تمحو أعمارا مما حصل كادت تمحو أعمارا مما حصل لكن ردت إذ ردوا خير العمل أبدت صبرا مرفوعا مثل الجبل أبدت صبرا مرفوعا مثل الجبل في عينيها مولاها عز وجل غدت في صبرها تنمو بإحساسي غدت في صبرها تنمو بإحساسي كطاها رحمة جاءت إلى الناس غدت في صبرها تنمو بإحساسي كطاها رحمة جاءت إلى الناس إذا امتدت يداها أجيبت في دعاها إذا امتدت يداها أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة الصديقة الكبرى جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة الصديقة الكبرى إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك لدى الزهراء جميع الكون مملوك لدى الزهراء فهذه فاطمة الصديقة الكبرى إذا تدعو الإله أجيبت في دعاها جميع الكون مملوك